طيب حضراتكم عارفين انه مش مصر، العالم كله بيتحضر للاخضر. دي المبادرة اللي موجودة في مصر، ودي الحالة اللي موجودة في العالم كله علشان الاستعداد لحملة عالمية للحفاظ على كوكبنا من الضياع. ايه اللي بيهدد كوكبنا؟ احنا. احنا اللي بنهدد كوكبنا بسبب ممارساتنا، بسبب سلوكياتنا، بسبب اخلاقياتنا، بسبب صناعتنا، بسبب زراعتنا، بسبب كل حاجة احنا بنعملها بالشكل الغلط بتهدد الكوكب والحياة على الكوكب والاكسجين على الكوكب والبقاء على الكوكب لولادنا واحفادنا. وعشان كده مصر مستضيفة مؤتمر كوب 27 في شهر نوفمبر القادم في شرم الشيخ عشان العالم كله يدق جرس الانذار ويبدأ التحرك الحقيقي. واحنا على المستوى الاعلامي كلنا بنتحرك وبنقول، وانا عجبتني مبادرة حلوة قوي عملوها مجموعة من الاصدقاء منهم الصديقة العزيزة الكاتبة الصحفية الاستاذة حنان موج، وهي اصدار اول مجلة علمية متخصصة للحفاظ على البيئة والوعي بالتنمية المستدامة. المجلة اسمها حماة الارض وصدر منها العدد الاول. والحقيقة كمان انا شاركت في افتتاح او حفل افتتاح هذه المجلة ايمانا مني بالدور اللي يجب ان الاعلام يلعبه في توعية الناس، لانه الثقافة البيئية ده لازم تنتشر بكل الناس. وحضرت حفل الافتتاح، وكان الكلام بينا في حفل الافتتاح انه ازاي مفهوم البيئة والثقافة البيئية وان كل واحد يبقى عارف يعني ايه بيئة ويعني ايه حافظ عليها تنتشر عند كل الناس، فلازم يبقى فيه لغة بسيطة. ففرحت قوي قوي ان الاستاذة حنان بعتت لي هذا البرومو تنويه لمدة 30 ثانية بشكل مبسط، اداني الامل انه لا، اللي احنا عايزينه ده مش صعب وممكن جدا يتحقق. خلونا نبص على هذا التنويه سريعا ونرجع نتكلم. يعني ايه تنمية مستدامة في 30 ثانية؟ علشان ناكل ونشرب ونعيش لازم نزرع ونتاجر ونبني بيوت ومصانع، ودي بقى اسمها تنمية. التنمية دي واحنا بنعملها بنحتاج طاقة وتربة ومية، دي بقى اسمها موارد، والموارد دي محدودة جدا ونقصها بيعمل جوع وفقر وجفاف. علشان كده واحنا بننمي الارض لازم نحافظ على الموارد دي وما نسرفش فيها ولا نستخدمها استخدام غلط. فلو نجحنا في كده يبقى احنا ضمننا استمرار واستدامة الحياة لينا والاحفادنا، ونبقى بكده حققنا التنمية المستدامة. ايه الجمال ده يا حنان؟ نكون نفذنا الفكرة زي ما كنت بتحلم بيها الحقيقة، واحلى ما كنت بحلم بيها كمان. الاستاذة حنان موج مشرفاني ومنوراني. مساء الخير عليك وعلى كل متابعينك يا رب. مساء الفل. وقوليلي عملتوا ايه في حماة الارض وفي حماية الارض واصداء العدد الاول؟ الحقيقة انه يعني انا كنت سعيدة جدا جدا في الافتتاح بوجودك معنا. كلمتك اثرت فيها جدا، ونقاشاتنا اللي كانت طول الوقت بتتكلم عن انه احنا لينا دور كاعلاميين ان احنا نبسط للناس المفاهيم البيئيه الغليظه او صحيح الصعبه صحيح اللي ما بيقدروش يفهموها. ففكرنا كتير قوي ازاي ننفذ الفكره دي، والحقيقه كانت فكره مضيئه جدا، واحنا حاولنا بقدر الامكان ندور على ابسط العبارات وابسط الكلمات والجمل علشان نوصل للمتلقي بكافه الفئات. انت عارفه يعني... انت عارفه انا انبسطت ان انتوا ابتديتوا بمصطلح التنميه المستدامه، لانه رغم ان هو مصطلح في منتهى الاهميه وهو مفتاح العصر اليومين دول، بس للاسف عند ناس كتير جدا تقول لهم كلمه تنميه مستدامه يجي لهم ارتكاريا لانه المصطلح شكله تقيل. ايوه بالظبط. يمكن تفتكر معايا لو تفتكر معايا كده اول لما تولت الدكتورة ياسمين فؤاد منصب وزير البيئة، كان عندها تعليق شهير جدا بتقول انا مستغربة قوي ازاي الست بيعت الخضار اللي بتبيع فجل في الشارع مش عارفة يعني ايه تنمية مستدامة. الحقيقة يعني احنا حاولنا نقوم بدورنا، حاولنا نقرب المسافات، حاولنا نبسط المفاهيم البيئية الصعبة للناس. فعملنا الفيديو ده، عملنا من الفيديو ده مجموعة كبيرة جدا من الفيديوهات الحقيقة بتشرح مجموعة من المصطلحات كلها في 30 ثانية.
حلو قوي. وهنعرضها على منصاتنا كل يوم خميس الساعة 5. هنتكلم زي ما اتكلمنا كده عن التنمية المستدامة، هنتكلم عن تدوير المخلفات، هنتكلم عن الاحتباس الحراري، هنتكلم عن التغيرات المناخية، هنتكلم عن الكوب 27 علشان في ناس كتيرة لحد دلوقتي ما تعرفش يعني ايه الكوب 27 رغم ان مصر بتستضيفه في نوفمبر اللي جاي. صحيح. وهو حدث عالمي وفخر لينا كلنا كمصريين ان مصر مزبوط. تكون ممثلة عن افريقيا في مؤتمر عالمي زي ده. الحقيقة ده دورنا احنا، بنحاول بقدر الامكان ان احنا نقرب للناس، وزي ما احنا مجلة علمية خبرية بتحمي الاستدامة وبترعى كل ما له علاقة بقضايا البيئة، وبنقدم للمتخصصين والخبراء والعلماء مقالات علمية متخصصة، كان لازم كمان نقدم للمجتمع كله بكافة فئاته المثقفين وغير المثقفين، نقدم لهم مادة بسيطة من خلال منصاتنا الإعلامية، منصات مجلة حماية الأرض. وأتمنى إن احنا ننجح إن احنا نقدم هذه الخدمة الإعلامية التوعوية. وطبعا أنا بشكرك شكرا جزيلا علشان تبنيت هذه المبادرة، لأنه مش أي حد ممكن يتحمس انه يتبنى مبادرة زي دي. لا انا في الخدمة، طالما ان احنا شغالين في الصالح العام، وكمان النهاردة مش البداية والنهاية، لا كل مرة تعملي برومو حلو زي ده ابعتيهولي وانا اوعدك ان شاء الله ان انا هذيعه كمشاركة مني في زيادة نشره وتوعية بيه ان شاء الله. بشكرك جزيل. انشريني ما فيهاش حاجة، مالك ليه؟ لا بشكرك جزيل. شكرا جزيلا، نورتيني. يعني بجد سعيدة جدا بهذا اللقاء. شكرا جزيلا أستاذة حنان موج، رئيس تحرير مجلة حماة الأرض، وكل التوفيق إن شاء الله إن كلنا وكل واحد فينا يبقى حامي من حماة الأرض.